البشارة كما دونها لوقا، الأصحاح الأول. لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا، كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثاوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له. فقال زكريا للملاك: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟ فأجابه الملاك: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه. وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل، فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس. وحين كانت الإصابات في شهرها 6، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك. فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله. ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها 6، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله،
فقالت مريم: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول. ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه: لا، بل نسميه يوحنا. فقالوا: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم. وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا: ما عسى أن يكون هذا الطفل، لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام. وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل. الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام
أمر القيصر أغسطس بإحصاء سكان الإمبراطورية، وجرى هذا الإحصاء الأول عندما كان كيرينيوس حاكما في سوريا، فذهب كل واحد إلى مدينته ليكتتب فيها. وصعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى بيت لحم مدينة داود، لأنه كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم خطيبته، وكانت حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في مذود، لأنه كان لا محل لهما في الفندق. وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم، فظهر ملاك الرب لهم وأضاء مجد الرب حولهم، فخافوا خوفا شديدا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها أنا أبشركم بخبر عظيم يفرح له جميع الشعب. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وإليكم هذه العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر مع الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا وفي الأرض السلام للحائزين رضا. ولما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: تعالوا نذهب إلى بيت لحم لنرى هذا الحدث الذي أخبرنا به الرب. وجاءوا مسرعين، فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. فلما رأوه أخبروا بما حدثهم الملاك عنه، فكان كل من سمع يتعجب من كلامهم. وحفظت مريم هذا كله وتأملته في قلبها. ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا كما أخبرهم الملاك. ولما بلغ الطفل يومه الثامن، وهو يوم ختانه، سمي يسوع كما سماه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان يوم طهورهما بحسب شريعة موسى، صعدا بالطفل يسوع إلى أورشليم ليقدماه للرب، كما هو مكتوب في شريعة الرب: كل بكر فاتح رحم هو نذر للرب. وليقدما الذبيحة التي تفرضها شريعة الرب: زوجي يمام أو فرخي حمام. وكان في أورشليم رجل صالح تقي اسمه سمعان ينتظر الخلاص لإسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان الروح القدس أوحى إليه أنه لا يذوق الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فجاء إلى الهيكل بوحي من الروح، ولما دخل الوالدان ومعهما الطفل يسوع ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال: يا رب، تممت الآن وعدك لي، فاطلق عبدك بسلام، عيناي رأتا الخلاص الذي هيأته للشعوب كلها، نورا لهداية الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. فتعجب أبوه وأمه مما قاله سمعان فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: هذا الطفل اختاره الله لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل، وهو علامة من الله يقاومونها لتنكشف خفايا أفكارهم. وأما أنت فسيف الأحزان سينفذ في قلبك. وكانت هناك نبية كبيرة في السن اسمها حنة ابنة فنوئيل من عشيرة آشير، تزوجت وهي بكر وعاشت مع زوجها 7 سنوات، ثم بقيت أرملة فبلغت 84 من عمرها، لا تفارق الهيكل، متعبدة بالصوم والصلاة ليل نهار. فحضرت في تلك الساعة وحمدت الله وتحدثت عن الطفل يسوع مع كل من كان ينتظر من الله أن يفدي أورشليم. ولما تمم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الرب، رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. وكان الطفل يسوع ينمو ويتقوى ويمتلئ بالحكمة، وكانت نعمة الله عليه.
وكان والدا يسوع يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. فلما بلغ يسوع 12 من عمره صعدوا إلى أورشليم كعادتهم في العيد. وبعدما انقضت أيام العيد وأخذوا طريق العودة، بقي الصبي يسوع في أورشليم ووالداه لا يعلمان، بل كانا يظنان أنه مع المسافرين. وبعد مسيرة يوم أخذا يبحثان عنه عند الأقارب والمعارف، فما وجداه، فرجعا إلى أورشليم يبحثان عنه، فوجداه بعد 3 أيام في الهيكل جالسا مع معلمي الشريعة يستمع إليهم ويسألهم. وكان جميع سامعيه في حيرة من فهمه وأجوبته. ولما رآه والداه تعجبا، وقالت له أمه: يا ابني، لماذا فعلت بنا هكذا؟ فأبوك وأنا تعذبنا كثيرا ونحن نبحث عنك. فأجابهما: ولماذا بحثتما عني؟ أما تعرفان أنه يجب أن أكون في بيت أبي؟ فما فهما معنى كلامه. ورجع يسوع معهما إلى الناصرة وكان مطيعا لهما، وحفظت أمه هذا كله في قلبها. وكان يسوع ينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس. الأصحاح 3. وفي السنة 15 من حكم القيصر طيباريوس، حين كان بيلاطس البنطي حاكما في اليهودية، وهيرودس واليا على الجليل، وأخوه فيليبوس واليا على إيتوريا، وتراخونيتوس وليسانيوس واليا على إبيلينا، وحنان وقيافة رئيسين للكهنة، كانت كلمة الله إلى يوحنا بن زكريا في البرية، فجاء إلى جميع نواحي الأردن يدعو الناس إلى معمودية التوبة لتغفر لهم خطاياهم، كما كتب النبي إشعيا: صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض، والطرق المتعرجة تستقيم، والوعرة تصير سهلا، فيرى كل بشر خلاص الله. وكان يوحنا يقول للجموع الذين جاءوا ليتعمدوا على يده: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. وسأله الجموع: ماذا نعمل؟ أجابهم: من كان له ثوبان فليعطي من لا ثوب له، ومن عنده طعام فليشارك فيه الآخرين. وجاء بعض جباة الضرائب ليتعمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نعمل؟ فقال لهم: لا تجمعوا من الضرائب أكثر مما فرض لكم. وسأله بعض الجنود: ونحن ماذا نعمل؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واقنعوا بأجوركم. وكان الناس ينتظرون المسيح، وهم يسألون أنفسهم عن يوحنا: هل هو المسيح؟ فقال لهم يوحنا: أنا أعمدكم بالماء، ويجيء الآن من هو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه، فيعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده، وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه، ويحرق التبن بنار لا تنطفئ. وكان يوحنا يعظ الناس ويبشرهم بأشياء أخرى كثيرة، ولكنه وبخ الحاكم هيرودس لأنه تزوج هيرودية امرأة أخيه وعمل كثيرا من السيئات. فأضاف هيرودس إلى سيئاته كلها أنه حبس يوحنا في السجن. ولما تعمد الشعب كله، تعمد يسوع أيضا، وبينما هو يصلي انفتحت السماء وحل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، بك رضيت.
وكان يسوع في نحو 30 من العمر عندما بدأ رسالته، وكان الناس يحسبونه ابن يوسف، ابن علي، ابن متثاث، ابن لاوي، ابن ملكي، ابن ينة، ابن يوسف، ابن متاثية، ابن عموس، ابن ناحوم، ابن حسلي، ابن نجاي، ابن مآت، ابن متاثية، ابن شمعي، ابن يوسف، ابن يهوذا، ابن يوحنا، ابن ريسا، ابن زروبابل، ابن شألتئيل، ابن نيري، ابن ملكي، ابن أدي، ابن قوصم، ابن المدام، ابن عير، ابن يشوع، ابن أليعزر، ابن يوريم، ابن متثاث، ابن لاوي، ابن شمعون، ابن يهوذا، ابن يوسف، ابن يونان، ابن الياقيم، ابن ملايا، ابن مينان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود، ابن يسى، ابن عبيد، ابن بوعز، ابن شالح، ابن نحشون، ابن عم نداب، ابن أدمي، ابن عرني، ابن حصرون، ابن فارس، ابن يهوذا، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، ابن تارح، ابن ناحور، ابن سروج، ابن رعو، ابن فالج، ابن عابر، ابن شالح، ابن قينان، ابن أرفكشاد، ابن سام، ابن نوح، ابن لامك، ابن متوشالح، ابن أخنوخ، ابن يارد، ابن مهلالئيل، ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيت، ابن آدم، ابن الله. الأصحاح الرابع. ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك. فأجابه يسوع: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر. فأجابه يسوع: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك. وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه. وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم. فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا: أما هو ابن يوسف؟ فقال لهم يسوع: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم. وقال لهم: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه،
وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري. فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله. فانتهره يسوع، قال: اخرس واخرج من الرجل. فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ: أنت ابن الله. فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام، لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت. ومضى يبشر في مجامع اليهودية. الأصحاح 5. وكان يسوع على شاطئ بحيرة جنسارت، فازدحم الناس عليه ليسمعوا كلام الله. ورأى قاربين راسيين عند الشاطئ، خرج منهما الصيادون ليغسلوا شباكهم. فصعد إلى واحد منهما وكان لسمعان، وطلب منه أن يبتعد قليلا عن البر. وجلس يسوع في القارب يعلم الجموع. ولما ختم كلامه قال لسمعان: سر إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجابه سمعان: تعبنا الليل كله يا معلم وما اصطدنا شيئا، ولكني ألقي الشباك إجابة لطلبك. وفعلوا ذلك، فأمسكوا سمكا كثيرا، وكادت شباكهم تتمزق، فأشاروا إلى شركائهم في القارب الآخر أن يجيئوا ويساعدوهم، فجاءوا وملأوا القاربين حتى كادا يغرقان. فلما رأى سمعان ما جرى وقع على ركبتي يسوع وقال: ابتعد عني يا سيدي، أنا رجل خاطئ. وكان في دهشة هو ورفاقه كلهم لكثرة السمك الذي اصطادوه، ومثلهم يعقوب ويوحنا ابن زبدي وشركا سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، ستكون بعد اليوم صياد بشر. ولما رجعوا بالقاربين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا يسوع. وبينما هو في إحدى المدن إذا برجل غطى جسده البرص، فلما رأى يسوع ارتمى على وجهه وتوسل إليه بقوله: يا سيدي، إن أردت فأنت قادر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه وقال له:
أريد، فاطهر. فزال عنه البرص في الحال، فأوصاه يسوع ألا يخبر أحدا، وقال له: لكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك، ثم قدم عن شفائك ما أمر به موسى شهادة عندهم. وزاد صيت يسوع انتشارا، فأقبلت إليه جموع كبيرة لتسمعه وتشفى من أمراضها، ولكنه كان يعتزل في البراري ليصلي. وكان في أحد الأيام يعلم، وبين الحضور بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة جاءوا من جميع قرى الجليل واليهودية ومن أورشليم، وكانت قدرة الرب تشفي المرضى على يده. وجاء بعض الناس يحملون كسيحا على سرير، وحاولوا أن يدخلوا به ليضعوه أمامه، فلما عجزوا عن الدخول لكثرة الزحام صعدوا به إلى السطح وكشفوا مكانا فيه، ودلوه مع فراشه إلى وسط المجلس قدام يسوع. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح: يا رجل، مغفورة لك خطاياك. فأخذ معلمو الشريعة والفريسيون يقولون في أنفسهم: من هذا الذي ينطق بالتجديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ فعرف يسوع أفكارهم فأجابهم: ما هذه الأفكار في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا. وقال للكسيح: أقول لك، قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام الرجل في الحال بمشهد من الحاضرين وحمل فراشه وذهب إلى بيته وهو يحمد الله، فاستولت الحيرة عليهم كلهم، فمجدوا الله وملأهم الخوف، فقالوا: اليوم رأينا عجائب. وخرج يسوع بعد ذلك فرأى جابيا للضرائب اسمه لاوي جالسا في بيت الجباية، فقال له يسوع: اتبعني. فقام وترك كل شيء وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في بيته، حضرها عدد كبير من جباة الضرائب وغيرهم. فقال الفريسيون ومعلمو الشريعة من أتباعهم لتلاميذه متذمرين: لماذا تأكلون وتشربون مع جباة الضرائب والخاطئين؟ فأجاب يسوع: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين. وقال بعضهم ليسوع: تلاميذ يوحنا يصومون ويصلون كثيرا، ومثلهم تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فأجابهم يسوع: أتقدرون أن تجعلوا أهل العريس يصومون والعريس بينهم؟ ولكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم، وفي ذلك الوقت يصومون. وقال لهم هذا المثل: ما من أحد ينتزع قطعة من ثوب جديد لترقيع ثوب عتيق، لئلا يشق الثوب الجديد وتكون الرقعة التي انتزعها منه لا تلائم الثوب العتيق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تشق الخمر الجديدة هذه الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة. وما من أحد يشرب خمرا معتقة ثم يرغب في الخمر الجديدة، لأنه يقول: الخمر المعتقة طيبة. الأصحاح السادس. ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟ فأجابهم يسوع: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
وقال لهم يسوع: ابن الإنسان هو سيد السبت. وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم فقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في وسط المجمع. فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟ وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت يده صحيحة، فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتولماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا. لا تحكموا على أحد ف
فلا يحكم عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم. وقال لهم يسوع هذا المثل: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيما. الأصحاح السابع. بعدما ألقى يسوع الأقوال في مسامع الناس دخل كفرناحوم، وكان لأحد الضباط خادم مريض أشرف على الموت وكان عزيزا عليه، فلما سمع بيسوع أرسل إليه بعض شيوخ اليهود يسأله أن يجيء ليشفي خادمه. فأقبلوا إلى يسوع وألحوا عليه في القول: هذا الرجل يستحق أن تساعده، لأنه يحب شعبنا وهو الذي بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، ولما اقترب من البيت أرسل إليه الضابط بعض أصحابه يقول له: يا سيد لا تزعج نفسك، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، ولا أحسب نفسي أهلا لأن أجيء إليك، ولكن قل كلمة فيشفى خادمي، فأنا مرؤوس ولي جنود تحت أمري، أقول لهذا اذهب فيذهب، وللآخر تعال فيجيء، ولخادمي اعمل هذا فيعمل. فلما سمع يسوع هذا الكلام تعجب منه والتفت إلى الذين يتبعونه وقال: أقول لكم ما وجدت مثل هذا الإيمان حتى في إسرائيل. ورجع رسل الضابط إلى البيت فوجدوا أن الخادم تعافى. وفي الغد ذهب يسوع إلى مدينة اسمها نايين، ومعه تلاميذه وجمهور كبير. فلما وصل إلى باب المدينة لقي ميتا محمولا، وهو الابن الأوحد لأمه وهي أرملة، وكان يرافقها جمع كبير من أهالي المدينة. فلما رآها الرب أشفق عليها وقال لها: لا تبكي. ودنا من النعش ولمسه فوقف حاملوه، فقال: أيها الشاب أقول لك قم. فجلس الميت وأخذ يتكلم، فسلمه إلى أمه، فسيطر الخوف على الجميع وقالوا وهم يمجدون الله: ظهر فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه. وانتشر هذا الخبر عن يسوع في اليهودية كلها وفي جميع النواحي المجاورة لها،
وعرف يوحنا من تلاميذه كل هذه الأمور، فدعا اثنين منهم وأرسلهما إلى الرب ليسألاه: هل أنت هو الآتي أو ننتظر آخر؟ فجاء الرجلان إلى يسوع وقالا له: أرسلنا يوحنا المعمدان لنسألك، هل أنت هو الآتي أو ننتظر آخر؟ فشفى يسوع في تلك الساعة كثيرا من المصابين بالأمراض والعاهات والذين فيهم أرواح شريرة، وأعاد البصر إلى كثيرين من العمي، ثم قال للرسولين: ارجعا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، العميان يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يتلقون البشارة، وهنيئا لمن لا يفقد إيمانه بي. ولما انصرف رسولا يوحنا تحدث يسوع للجموع عن يوحنا فقال: ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتروا؟ أرجلا يلبس الثياب الناعمة؟ ولكن الذين يلبسون الثياب الفاخرة وأهل الترف هم في قصور الملوك. قولوا لي، ماذا خرجتم تنظرون؟ أنبيا؟ أقول لكم نعم، بل أفضل من نبي. فهو الذي يقول فيه الكتاب: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ الطريق أمامك. أقول لكم، ما ولدت النساء أعظم من يوحنا، ولكن أصغر الذين في ملكوت الله أعظم منه. فجميع الذين سمعوا يوحنا حتى جبات الضرائب أنفسهم أقروا بصدق الله، فقبلوا معمودية يوحنا. وأما الفريسيون وعلماء الشريعة فرفضوا ما أراده الله لهم، فما تعمدوا على يده. وقال الرب يسوع: بمن أشبه أبناء هذا الجيل؟ وماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا قاعدين في الساحة يصيح بعضهم لبعض: زمرنا لكم فما رقصتم، وندبنا لكم فما بكيتم. جاء يوحنا المعمدان لا يأكل الخبز ولا يشرب الخمر، فقلتم فيه شيطان. وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فقلتم هذا رجل أكول وسكير وصديق لجبات الضرائب والخاطئين. لكن الحكمة يبررها جميع أبنائها. ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعام عنده، فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة. وكان في المدينة امرأة خاطئة، فعلمت أن يسوع يأكل في بيت الفريسي، فجاءت ومعها قارورة طيب، ووقفت من خلف عند قدميه وهي تبكي، وأخذت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعرها وتقبلهما وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي صاحب الدعوة ما جرى، قال في نفسه: لو كان هذا الرجل نبيا لعرف من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها، فهي خاطئة. فقال له يسوع: يا سمعان، عندي ما أقوله لك. فقال سمعان: قل يا معلم. فقال يسوع: كان لمدين دين على رجلين، 500 دينار على أحدهما وخمسون على الآخر، وعجز الرجلان عن إيفائه دينه فأعفاهما منه، فأيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجابه سمعان: أظن الذي أعفاه من الأكثر. فقال له يسوع: أصبت. والتفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ أنا دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء، وأما هي فغسلتهما بدموعها ومسحتهما بشعرها. أنت ما قبلتني قبلة، وأما هي فما توقفت منذ دخولي عن تقبيل قدمي. أنت ما دهنت رأسي بزيت، وأما هي فبالطيب دهنت قدمي. لذلك أقول لك، غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، وأما الذي يغفر له القليل
فهو يحب قليلا. ثم قال للمرأة: مغفورة لك خطاياك. فأخذ الذين على المائدة معه يتساءلون: من هذا حتى يغفر الخطايا؟ فقال يسوع للمرأة: إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام. الأصحاح الثامن. وسار يسوع بعد ذلك في المدن والقرى يعظ ويبشر بملكوت الله، وكان يرافقه التلاميذ 12 وبعض النساء اللواتي شفاهن من الأرواح الشريرة والأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية، وكان خرج منها 7 شياطين، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، وغيرهن كثيرات ممن كنا يساعدنهم بأموالهن. وقصده الناس من كل مدينة، فلما تجمع منهم جمهور كبير خاطبهم بمثل قال: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، ووقع بعضه على الصخر فلما نبت يبس لأن لا رطوبة له، ووقع بعضه بين الشوك فطلع الشوك معه وخنقه، ومنه ما وقع على أرض طيبة فنبت وأثمر 100 ضعف. وصرخ يسوع: من كان له أذنان تسمعان فليسمع. وسأله تلاميذه: ما مغزى هذا المثل؟ فأجاب: أنتم أعطيتم معرفة أسرار ملكوت الله، وأما غيركم فنكلمهم عليها بالأمثال، حتى إذا نظروا لا يبصرون، وإذا سمعوا لا يفهمون. وهذا هو مغزى المثل: الزرع هو كلام الله، ما وقع منه على جانب الطريق هم الذين يسمعون كلام الله، فيجيء إبليس وينتزع الكلام من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. وما وقع منه على الصخر هم الذين يسمعون كلام الله ويقبلونه فرحين، ولكن لا جذور لهم فيؤمنون إلى حين، وعند التجربة يرتدون. ما وقع منه بين الشوك هم الذين يسمعون كلام الله، ولكن انصرافهم إلى هموم الدنيا وخيراتها وملذاتها يخنقه فيهم فلا ينضج لهم ثمر. وأما الذي وقع في الأرض الطيبة فهم الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه بقلب طيب صالح فيثمرون بثباتهم. ما من أحد يوقد سراجا ويغطيه بوعاء أو يضعه تحت سرير، بل يضعه في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. فما من خفي إلا سيظهر، ولا من مكتوم إلا سينكشف ويعرفه الناس. فانتبهوا كيف تسمعون كلام الله، لأن من له شيء يزاد، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي يظنه له. وجاء إلى يسوع أمه وإخوته فتعذر عليهم الوصول لكثرة الزحام، فقال له بعض الناس: أمك وإخوتك واقفون في خارج البيت يريدون أن يروك. فأجابهم: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به. وفي أحد الأيام ركب قاربا ومعه تلاميذه، فقال لهم: تعالوا نعبر إلى شاطئ البحيرة المقابل. فأخذوا يعبرون، ونام يسوع وهم سائرون، فهبت على البحيرة عاصفة فكاد الماء يملأ القارب وأصبحوا في خطر، فدنا التلاميذ من يسوع وأيقظوه وقالوا له: يا معلم يا معلم نحن نهلك. فقام وانتهر الرياح والأمواج، فهدأت وساد السكون. فقال لهم يسوع: أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا، وقال بعضهم لبعض: من هذا حتى الرياح والأمواج يأمرها فتطيعه؟ ووصلوا إلى ناحية الجراسيين مقابل شاطئ الجليل،
ولما نزل يسوع إلى البر استقبله رجل من المدينة فيه شياطين، وكان لا يلبس ثيابا من زمن طويل، ولا يسكن في بيت بل بين القبور. فلما رأى يسوع صرخ وارتمى على قدميه وصاح بأعلى صوته: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أطلب إليك أن لا تعذبني. قال هذا لأن يسوع أمر الروح النجس أن يخرج من الرجل، وكثيرا ما استولى الروح النجس عليه، فكان الناس يحاولون ضبطه فيربطونه بالسلاسل والقيود، ولكنه كان يقطع كل رباط ويسوقه الشيطان إلى البراري. فسأله يسوع: ما اسمك؟ أجاب: جيش. لأن كثيرا من الشياطين كانوا دخلوا فيه، فتوسلوا إلى يسوع أن لا يطردهم إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى عند الجبل، فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول في الخنازير، فأذن لهم، فخرج الشياطين من الرجل ودخلوا في الخنازير، فاندفع القطيع من المنحدر إلى البحيرة وغرق فيها. فلما رأى الرعاة ما جرى هربوا ونشروا الخبر في المدينة والقرى، فخرج الناس ليروا ما جرى وجاءوا إلى يسوع، فوجدوا الرجل الذي خرج منه الشياطين جالسا عند قدمي يسوع لابسا سليم العقل، فاستولى عليهم الخوف، وأخبرهم الشهود كيف شفاه يسوع. فطلب إليه أهل ناحية الجراسيين كلهم أن يبتعد عنهم لأنهم كانوا في خوف شديد، فركب القارب ورجع من هناك. أما الرجل الذي خرج منه الشياطين فالتمس من يسوع أن يأخذه معه، ولكن يسوع صرفه قال: ارجع إلى بيتك وأخبر بما عمل الله لك. فراح الرجل ينادي في المدينة كلها بما عمل يسوع له، ولما رجع يسوع رحبت به الجموع لأنهم كانوا كلهم ينتظرونه. وجاء إليه رجل اسمه ييروس وهو رئيس المجمع، فارتمى على قدمي يسوع وتوسل إليه أن يدخل بيته، لأن له ابنة واحدة في نحو 12 من عمرها أشرفت على الموت. وبينما هو ذاهب زحمته الجموع، وكانت هناك امرأة مصابة بنزف الدم من 12 سنة، أنفقت كل ما تملكه على الأطباء وما قدر أحد أن يشفيها، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، فوقف نزف دمها في الحال، فقال يسوع: من لمسني؟ فأنكروا كلهم، وقال بطرس: يا معلم، الناس كلهم يزحمونك ويضايقونك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: لمسني أحدهم، لأني شعرت بقوة خرجت مني. فلما رأت المرأة أن أمرها ما خفي على يسوع جاءت راجفة وارتمت على قدميه وأخبرته أمام الناس كلهم لماذا لمسته وكيف شفيت في الحال، فقال لها: يا ابنتي، إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم جاء رسول من عند رئيس المجمع فقال: ماتت ابنتك، فلا تزعج المعلم. فسمع يسوع فقال لييروس: لا تخف، يكفي أن تؤمن فتشفى ابنتك. ولما وصل إلى البيت منع الجموع أن يدخلوا ما عدا بطرس ويوحنا ويعقوب ووالد الصبية وأمها، وكان الناس كلهم يبكون ويندبون الصبية. فقال لهم: لا تبكوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة. فضحكوا عليه لأنهم كانوا يعرفون أنها ماتت، ولكنه أخذ بيد الصبية وصاح بها: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى طعاما، فتعجب والداها فأوصاهما ألا يخبرا أحدا بما جرى. الأصحاح التاسع. ودعا يسوع تلاميذه 12
وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم. فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون: يوحنا قام من بين الأموات، وبعضهم: إيليا ظهر، وآخرين: نبي من القدماء قام. ولكن هيرودس قال: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟ وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه 12 وقالوا له: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر. فقال لهم يسوع: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: كل ما عندنا 5 أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50. فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم: من أنا في رأي الناس؟ فأجابوا: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا، وآخرون نبي من القدماء قام. فقال لهم يسوع: ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجابه بطرس: أنت مسيح الله. فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات. وقال للجموع كلهم: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم،
فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا. وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا. فأجاب يسوع: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا. وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس. فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم. فقال يوحنا: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا. فقال له يسوع: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم. ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟ فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق: يا سيد، أتبعك أينما تذهب. فأجابه يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه. وقال يسوع لرجل آخر: اتبعني. فأجابه الرجل: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. وقال له آخر: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله. الأصحاح العاشر. وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين، وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا
من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد، ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني. ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات. وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يظهره له. والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا. وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟ فقال الرجل أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك. فقال له يسوع بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا. فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه فقال ليسوع ومن هو قريبي؟ فأجابه يسوع كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟ فأجابه معلم الشريعة الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع اذهب أنت واعمل مثله. وبينما هم سائرون
دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني. فأجابها الرب: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها. الأصحاح الحادي عشر. وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم يسوع: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة. ثم قال لهم يسوع: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه. وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين. وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها. وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك. فقال يسوع: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به. وازدحمت الجموع، فأخذ يقول: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى،
فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه، أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه. وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون. فقال له أحد علماء الشريعة: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها. الأصحاح الثاني عشر. وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم.
أقول لكم نعم هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. فقال له رجل من الجموع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجموع: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله. وقال لهم هذا المثل: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله. وقال لتلاميذه: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟ فأجابه الرب يسوع:
من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا، وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها. وقال أيضا للجموع: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق لئلا يسوقك إلى القاضي، فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. الأصحاح الثالث عشر. وفي ذلك الوقت حضر بعض الناس وأخبروا يسوع عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس في الهيكل ومزج دماءهم بدماء ذبائحهم. فأجابهم يسوع: أتظنون أن خطيئة هؤلاء الجليليين أكثر من خطيئة سائر الجليليين حتى نزلت بهم هذه المصيبة؟ أقول لكم لا، وإن كنتم لا تتوبون فستهلكون كلكم مثلهم. وأولئك الثمانية عشر الذين سقط البرج عليهم في سلوام وقتلهم، أتظنون أنهم أذنبوا أكثر مما أذنب أهل أورشليم؟ أقول لكم لا، وإن كنتم لا تتوبون فستهلكون كلكم مثلهم. وقال هذا المثل: كان لرجل شجرة تين مغروسة في كرمه، فجاء يطلب ثمرا عليها فما وجد، فقال للكرام: لي ثلاث سنوات وأنا أجيء إلى هذه التينة أطلب ثمرا فلا أجد، فاقطعها، لماذا نتركها تعطل الأرض؟ فأجابه الكرام: أتركها يا سيدي هذه السنة أيضا حتى أقلب التربة حولها وأسمدها، فإما تثمر في السنة المقبلة وإما تقطعها. وكان يسوع يعلم في أحد المجامع في السبت، وهناك امرأة فيها روح شرير أمرضها 18 سنة، فجعلها منحنية الظهر لا تقدر أن تنتصب. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، أنت معافاة من مرضك. ووضع يديه عليها فانتصبت قائمة في الحال ومجدت الله. فغضب رئيس المجمع لأن يسوع شفى المرأة في السبت، فقال للحاضرين: عندكم 6 أيام يجب العمل فيها، فتعالوا واستشفوا، لا في يوم السبت.
فأجابه الرب يسوع: يا مراؤون، أما يحل كل واحد منكم يوم السبت رباط ثوره أو حماره من المعلف ويأخذه ليسقيه؟ وهذه امرأة من أبناء إبراهيم ربطها الشيطان من 18 سنة، أما كان يجب أن تحل من رباطها يوم السبت؟ ولما قال هذا الكلام خجل جميع معارضيه، وفرح الجمع كله بالأعمال المجيدة التي كان يعملها. وقال يسوع: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ هو مثل حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فنمت وصارت شجرة تعشش طيور السماء في أغصانها. وقال أيضا: بماذا أشبه ملكوت الله؟ هو مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله. وسار في المدن والقرى يعلم وهو في طريقه إلى أورشليم. فقال له رجل: يا سيد، أقليل عدد الذين يخلصون؟ فأجاب يسوع: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، أقول لكم كثير من الناس سيحاولون أن يدخلوا فلا يقدرون. وإذا قام رب البيت وأغلق الباب فوقفتم أنتم في الخارج تدقون الباب وتقولون: يا رب افتح لنا، يجيبكم: لا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: لا أعرف من أين أنتم، ابتعدوا عني كلكم يا أشرار. ويكون البكاء وصريف الأسنان حين ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأنبياء كلهم في ملكوت الله وأنتم في الخارج مطرودون. وسيجيء الناس من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون إلى المائدة في ملكوت الله، فيصير الأولون آخرين والآخرون أولين. وفي تلك الساعة دنا بعض الفريسيين من يسوع وقالوا له: انصرف من هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث أتمم كل شيء، ولكني يجب أن أسير في طريق اليوم وغدا وبعد غد، لأنه لا يجوز أن يهلك نبي في خارج أورشليم. أورشليم، أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم. أقول لكم لا تروني حتى يجيء يوم تهتفون فيه: تبارك الآتي باسم الرب. الأصحاح 14. ودخل يوم السبت بيت أحد كبار الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وإذا أمامه رجل تورم جلده بالاستسقاء. فقال يسوع لعلماء الشريعة والفريسيين: أيحل الشفاء في السبت أم لا؟ فسكتوا. فأخذ يسوع الرجل بيده وشفاه وصرفه، ثم قال لهم: من منكم يقع ابنه أو ثوره في بئر يوم السبت ولا ينشله منها في الحال؟ فما قدروا أن يجاوبوه. ولاحظ أن بعض المدعوين يختارون المقاعد الأولى، فقال هذا المثل: إذا دعاك أحد إلى وليمة عرس فلا تجلس في المقعد الأول، فلربما كان في المدعوين من هو أهم منك، فيجيء الذي دعاكما ويقول لك: أعطه مكانك، فتخجل وتقوم إلى آخر مقعد. ولكن إذا دعيت فاجلس في آخر مقعد، حتى إذا جاء صاحب الدعوة قال لك: قم إلى فوق يا صديقي، فيكبر قدرك في نظر جميع المدعوين، لأن من يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. وقال يسوع لصاحب الدعوة:
إذا أقمت وليمة غداء أو عشاء فلا تدع إليها أصدقائك ولا إخوانك ولا أقربائك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يبادلوك الدعوة فتنال المكافأة على عملك. بل إذا أقمت وليمة فادع الفقراء والمشوهين والعرج والعميان، وهنيئا لك إذا فعلت، لأنهم لا يقدرون أن يكافئوك فتكافأ في قيامة الأبرار. فلما سمع أحد المدعوين هذا الكلام قال ليسوع: هنيئا لمن يجلس إلى المائدة في ملكوت الله. فأجابه: أقام رجل وليمة كبيرة ودعا إليها كثيرا من الناس، ثم أرسل خادمه ساعة الوليمة يقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء مهيأ. فاعتذروا كلهم. قال له الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب لأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 فدادين وأنا الآن ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت امرأة فلا أقدر أن أجيء. فرجع الخادم إلى سيده وأخبره بما جرى، فغضب رب البيت وقال لخادمه: اخرج مسرعا إلى شوارع المدينة وأزقتها وأدخل الفقراء والمشوهين والعرج والعميان إلى هنا. فقال الخادم: جرى ما أمرت به يا سيدي، وبقيت مقاعد فارغة. فأجابه السيد: اخرج إلى الطرقات والدروب وألزم الناس بالدخول حتى يمتلئ بيتي. أقول لكم لن يذوق عشاء أحد من أولئك المدعوين. وكانت جموع كبيرة ترافق يسوع، فالتفت وقال لهم: من جاء إلي وما أحبني أكثر من حبه لأبيه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، بل أكثر من حبه لنفسه، لا يقدر أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذا لي. فمن منكم إذا أراد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة ليرى هل يقدر أن يكمله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيستهزئ به الناظرون إليه كلهم ويقولون: هذا الرجل بدأ يبني وما قدر أن يكمل. وأي ملك يخرج إلى محاربة ملك آخر قبل أن يجلس ويشاور نفسه هل يقدر أن يواجه 10,000 من يزحف إليه 20,000؟ وإلا أرسل إليه وفدا ما دام بعيدا عنه يلتمس منه الصلح. وهكذا لا يقدر أحد منكم أن يكون تلميذا لي إلا إذا تخلى عن كل شيء له. الملح صالح، ولكن إذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح للتربة ولا للسماد، بل يرمى به خارج المكان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع. الأصحاح 15. وكان جباة الضرائب والخاطئون يدنون من يسوع ليسمعوه، فقال الفريسيون ومعلمو الشريعة متذمرين: هذا الرجل يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل: من منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها لا يترك 99 في البرية ليبحث عن الخروف الضائع حتى يجده، فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا، ورجع إلى البيت ودعا أصدقاءه وجيرانه وقال لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من الفرح 99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. بل أية امرأة إذا كان لها 10 دراهم فأضاعت درهما واحدا لا تشعل السراج وتكنس البيت وتبحث عن هذا الدرهم جيدا حتى تجده، فإذا وجدته دعت صديقاتها وجاراتها وقالت: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. أقول لكم هكذا يفرح ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال يسوع:
كان لرجل ابنان، فقال له الأصغر: يا أبي أعطني حصتي من الأملاك. فقسم لهما أملاكه. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل ما يملك وسافر إلى بلاد بعيدة، وهناك بدد ماله في العيش بلا حساب. فلما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية، فوقع في ضيق، فلجأ إلى العمل عند رجل من أهل تلك البلاد، فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يشتهي أن يشبع من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم أجير عند أبي يفضل عنه الطعام، وأنا هنا أموت من الجوع. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فعاملني كأجير عندك. فقام ورجع إلى أبيه، فرآه أبوه قادما من بعيد، فأشفق عليه وأسرع إليه يعانقه ويقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لخدمه: أسرعوا، هاتوا أفخر ثوب وألبسوه، وضعوا خاتما في إصبعه وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان الابن الأكبر في الحقل، فلما رجع واقترب من البيت سمع صوت الغناء والرقص، فدعا أحد الخدم وسأله: ما الخبر؟ فأجابه: رجع أخوك سالما، فذبح أبوك العجل المسمن. فغضب ورفض أن يدخل، فخرج إليه أبوه يرجو منه أن يدخل، فقال لأبيه: خدمتك كل هذه السنين وما عصيت لك أمرا، فما أعطيتني جديا واحدا لأفرح به مع أصحابي، ولكن لما رجع ابنك هذا بعدما أكل مالك مع البغايا ذبحت العجل المسمن. فأجابه أبوه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي فهو لك، ولكن كان علينا أن نفرح ونمرح، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. الأصحاح السادس عشر. وقال أيضا لتلاميذه: كان رجل غني وكان له وكيل، فجاء من أخبره بأنه يبدد أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطني حساب وكالتك، فأنت لا تصلح بعد اليوم لأن تكون وكيلا لي. فقال الوكيل في نفسه: سيسترد سيدي الوكالة مني، فماذا أعمل؟ لا أقوى على الفلاحة، وأستحي أن أستعطي. ثم قال: عرفت ماذا أعمل، حتى إذا عزلني سيدي عن الوكالة يقبلني الناس في بيوتهم. فدعا جميع الذين عليهم دين لسيده، وقال لأحدهم: كم عليك لسيدي؟ أجابه: 100 كيل من الزيت. فقال له الوكيل: خذ سقوكك واجلس في الحال واكتب 50. وقال لآخر: وأنت كم عليك لسيدي؟ أجابه: 100 كيل من القمح. فقال له الوكيل: خذ سقوكك واكتب 80. فمدح السيد وكيله الخائن على فطنته، لأن أبناء هذا العالم أكثر فطنة من أبناء النور في معاملة أمثالهم. وأنا أقول لكم: اجعلوا لكم أصدقاء بالمال الباطل، حتى إذا نفد قبلوكم في المساكن الأبدية. من كان أمينا على القليل كان أمينا على الكثير، ومن أساء الأمانة في القليل أساء الأمانة في الكثير. وإذا كنتم غير أمناء في المال الباطل، فمن يأتمنكم في الغنى الحق؟ وإن كنتم غير أمناء فيما هو لغيركم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين،
لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر، وإما أن يوالي أحدهما وينبذ الآخر، فأنتم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون وهم ممن يحبون المال يسمعون هذا كله ويهزؤون به، فقال لهم يسوع: أنتم تبررون أنفسكم عند الناس، لكن الله يعرف ما في قلوبكم، ورفيع القدر عند الناس رجس عند الله. بقيت الشريعة وتعاليم الأنبياء إلى أن جاء يوحنا، ثم بدأت البشارة بملكوت الله، فأخذ كل إنسان يجاهد ليدخله قصرا. ولكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الشريعة. من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى، ومن تزوج امرأة طلقها زوجها زنى. وقال يسوع: كان رجل غني يلبس الأرجوان والثياب الفاخرة ويقيم الولائم كل يوم، وكان رجل فقير اسمه لعازر تغطي جسمه القروح، وكان ينطرح عند باب الرجل الغني ويشتهي أن يشبع من فضلات مائدته، وكانت الكلاب نفسها تجيء وتلحس قروحه. ومات الفقير فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم، ومات الغني ودفن. ورفع الغني عينيه وهو في الجحيم يقاسي العذاب، فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر بجانبه، فنادى: ارحمني يا أبي إبراهيم، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني أتعذب كثيرا في هذا اللهيب. فقال له إبراهيم: تذكر يا ابني أنك نلت نصيبك من الخيرات في حياتك، ونال لعازر نصيبه من البلايا، وها هو الآن يتعزى هنا وأنت تتعذب هناك. وفوق كل هذا، فبيننا وبينكم هوة عميقة لا يقدر أحد أن يجتازها من عندنا إليكم ولا من عندكم إلينا. فقال الغني: أرجو منك إذن يا أبي إبراهيم أن ترسل لعازر إلى بيت أبي لينذر إخوتي الخمسة هناك، لئلا يصيرهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء، فليستمعوا إليهم. فأجابه الغني: لا يا أبي إبراهيم، ولكن إذا قام واحد من الأموات وذهب إليهم يتوبون. فقال له إبراهيم: إن كانوا لا يستمعون إلى موسى والأنبياء فهم لا يقتنعون ولو قام واحد من الأموات. الأصحاح السابع عشر. وقال يسوع لتلاميذه: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له. وقال الرسل للرب: زد إيماننا. فأجاب الرب: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل. وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
فتطلع وقال لهم: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم. وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع: أما طهر العشرة فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟ ثم قال له: قم واذهب، إيمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله؟ أجابهم: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم. وقال لتلاميذه: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكر امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر. فسأله التلاميذ: أين يا رب؟ فأجابهم: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان. الأصحاح الثامن عشر. وكلمهم بمثل على وجوب المداومة على الصلاة من غير ملل، قال: كان في أحدى المدن قاض لا يخاف الله ولا يهاب الناس، وكان في تلك المدينة أرملة تتردد إليه وتقول له: أنصفني من خصمي. فكان يرفض طلبها، ولكنه بعد مدة طويلة قال في نفسه: مع أني لا أخاف الله ولا أهاب الناس، فسأنصف هذه الأرملة لأنها تزعجني، وإلا ظلت تجيء وتضايقني. وقال الرب يسوع: اسمعوا جيدا ما قال هذا القاضي الظالم، فكيف لا ينصف الله مختاريه الضارعين إليه ليل نهار؟ وهل يبطئ في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه يسرع إلى إنصافهم، ولكن أيجد ابن الإنسان إيمانا على الأرض يوم يجيء؟ وقال هذا المثل لقوم كانوا على ثقة بأنهم صالحون ويحتقرون الآخرين. صعد رجلان إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر من جباة الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه فيقول: شكرا لك يا الله، فما أنا مثل سائر الناس الطامعين الظالمين الزناد، ولا مثل هذا الجابي، فأنا أصوم في الأسبوع مرتين وأوفي عشر دخل كله. وأما الجابي فوقف بعيدا لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل كان يدق على صدره ويقول: ارحمني يا الله، أنا الخاطئ. أقول لكم، هذا الجابي لا ذاك الفريسي
نزل إلى بيته مقبولا عند الله، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم، ولكن يسوع دعا الأطفال إليه وقال: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله. وسأله أحد الوجهاء: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. فقال الرجل: من أيام الصبايا عملت بهذه الوصايا كلها. فلما سمع يسوع كلامه هذا قال له: يعوزك شيء واحد، باع كل ما تملك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني. فحزن الرجل عندما سمع هذا الكلام، لأنه كان غنيا جدا، ورأى يسوع أنه حزن فقال: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله، فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله. فقال السامعون: من يمكنه أن يخلص إذن؟ فأجاب يسوع: ما لا يمكن عند الناس ممكن عند الله. فقال له بطرس: ها نحن تركنا ما لنا وتبعناك. فأجاب يسوع: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو امرأة أو إخوة أو أبا أو أما أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا نال في هذه الدنيا أضعاف ما ترك، ونال في الآخرة الحياة الأبدية. وأخذ التلاميذ الاثني عشر على انفراد وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، فيتم كل ما كتبه الأنبياء في ابن الإنسان، فسيسلم إلى الوثنيين فيستهزئون به ويشتمونه ويبصقون عليه، ثم يجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فما فهم التلاميذ شيئا من ذلك، وكان هذا الكلام مغلقا عليهم، فما أدركوا معناه. واقترب يسوع من أريحة، وكان رجل أعمى جالسا على جانب الطريق يستعطي، فلما أحس بمرور الجموع سأل: ما هذا؟ فأخبروه: يسوع الناصري يمر من هناك. فصاح الأعمى: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره السائرون في المقدمة ليسكت، لكنه صاح بصوت أعلى: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر بأن يقدموه إليه، فلما اقترب سأله: ماذا تريد أن أعمل لك؟ فأجابه: أن أبصر يا سيد. فقال له يسوع: أبصر، إيمانك شفاك. فأبصر في الحال. وتبع يسوع وهو يحمد الله، ولما رأى الشعب ما جرى مجدوا الله كلهم. الأصحاح التاسع عشر. ودخل يسوع أريحا وأخذ يجتازها، وكان فيها رجل غني من كبار جباة الضرائب اسمه زكة، فجاء ليرى من هو يسوع، ولكنه كان قصيرا فما تمكن أن يراه لكثرة الزحام، فأسرع إلى جبيزة وصعدها ليراه، وكان يسوع سيمر بها. فلما وصل يسوع إلى هناك رفع نظره إليه وقال له: انزل سريعا يا زكة، لأني سأقيم اليوم في بيتك. فنزل مسرعا واستقبله بفرح. فلما رأى الناس ما جرى قالوا كلهم متذمرين: دخل بيت رجل خاطئ ليقيم عنده. فوقف زكى وقال للرب يسوع: يا رب، سأعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا في شيء أرده عليه أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حل الخلاص بهذا البيت،
لأن هذا الرجل هو أيضا من أبناء إبراهيم، فابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم. واقترب من أورشليم، وكان الذين يسمعون هذا الكلام يظنون أن ملكوت الله سيظهر في الحال، فأضاف إليه هذا المثل قال: سافر أحد الأمراء إلى بلد بعيد ليتولى الملك ثم يعود، فدعا 10 خدم له وأعطى كل واحد منهم دينارا ذهبيا وقال لهم: تاجروا بهذا المال حتى أعود. وكان أهل بلده يكرهونه، فأرسلوا وفدا يتبعه فيقول: لا نريد هذا الرجل ملكا علينا. فلما رجع الأمير بعدما تولى الملك أمر باستدعاء الخدم الذين أعطاهم المال ليرى كم كسب كل واحد منهم. فتقدم الأول وقال: يا سيدي، ربح دينارك 10 دنانير. فقال له: أحسنت أيها الخادم الصالح، كنت أمينا على القليل فكن واليا على 10 مدن. وجاء الثاني فقال: يا سيدي، ربح دينارك 5 دنانير. فقال له: وأن تكن واليا على 5 مدن. وجاء الثالث فقال: يا سيدي، ها هو دينارك، خبأته في منديل لأني خفت منك، فأنت رجل صارم تأخذ ما لا تودع. فقال له: بكلامك أدينك أيها الخادم الشرير، عرفت أني رجل صارم آخذ ما لا أودع وأحصد ما لا أزرع، فلماذا ما وضعت مالي عند الصيارفة وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة؟ وقال للحاضرين: خذوا الدينار منه وادفعوه إلى صاحب الدنانير 10. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 دنانير. فأجابهم: أقول لكم، من كان له شيء يزاد، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. أما أعداء الذين لا يريدون أن أملك عليهم فجيئوا بهم إلى هنا واقتلوهم أمامي. قال هذا الكلام وتقدم صاعدا إلى أورشليم. ولما اقترب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل المسمى جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وعندما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا ما ركب عليه أحد من قبل، فحلا رباطه وجيئا به، وإن سألكما أحد لماذا تحلان رباطه فقولا له: السيد محتاج إليه. فذهب التلميذان ووجدا كما قال لهما يسوع، وبينما هما يحلان رباط الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان رباطه؟ فأجابا: السيد محتاج إليه. فجاءا بالجحش إلى يسوع ووضعا ثوبيهما عليه وأركبا يسوع، فسار والناس يبسطون ثيابهم على الطريق. ولما اقترب من منحدر جبل الزيتون أخذ جماعة التلاميذ يهللون ويسبحون الله بأعلى أصواتهم على جميع المعجزات التي شاهدوها، وكانوا يقولون: تبارك الملك الآتي باسم الرب، السلام في السماء والمجد في العلا. فقال له بعض الفريسيين من الجموع: يا معلم، قل لتلاميذك أن يسكتوا. فأجابهم يسوع: أقول لكم، إن سكت هؤلاء فالحجارة تهتف. ولما اقترب من أورشليم نظر إلى المدينة وبكى عليها وقال: ليتك عرفت اليوم طريق السلام، ولكنه الآن محجوب عن عينيك. سيجيء زمان يحيط بك أعداؤك بالمتاريس ويحاصرونك ويطبقون عليك من كل جهة ويهدمونك على أبنائك الذين هم فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك ما عرفت زمان مجيء الله لخلاصك. ثم دخل الهيكل وأخذ يطرد الباعة ويقول لهم: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وأخذ يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وزعماء الشعب يريدون أن يقتلوه، فلا يجدون كيف يفعلون،
لأن الشعب كله كان يستمع إليه متعلقا به. الأصحاح العشرون. وكان في أحد الأيام يعلم الشعب في الهيكل ويبشره، فجاء إليه رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وشيوخ الشعب وقالوا له: قل لنا، بأي سلطة تعمل هذه الأعمال؟ بل من أعطاك هذه السلطة؟ فأجابهم يسوع: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، قولوا لي، من أين ليوحنا سلطة المعمودية؟ أمن السماء أم من الناس؟ فقالوا في أنفسهم: إن قلنا من السماء يقولوا فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس فالشعب كله يرجمنا، لأنه مقتنع بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعرفون من أين هي. فقال لهم يسوع: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأعمال. وأخذ يقول للشعب هذا المثل: غرس رجل كرما وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر مدة طويلة، فلما جاء يوم القطاف أرسل إليهم خادما ليعطوه حصته من ثمر الكرم، فضربوه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل خادما آخر، وهذا أيضا ضربوه وشتموه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل خادما ثالثا، وهذا أيضا جرحوه ورموه في خارج الكرم. فقال صاحب الكرم: ما العمل؟ سأرسل إليهم ابن الحبيب لعلهم يهابونه إذا رأوه. ولكنهم لما رأوه قالوا فيما بينهم: ها هو وارث الكرم، تعالوا نقتله ليعود الميراث إلينا. فرموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ سيجيء ويقتل هؤلاء الكرامين ويسلم الكرم إلى غيرهم. فقال له السامعون: لا سمح الله. فنظر إليهم وقال: إذن ما معنى هذه الآية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع الحجر عليه سحقاه. فأراد معلمو الشريعة ورؤساء الكهنة أن يعتقلوه في تلك الساعة، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم، لكنهم خافوا من الشعب، فراقبوه وأرسلوا جواسيس يظهرون أنهم أبرار ليمسكوه بكلمة فيسلموه إلى يد الحاكم وقضائه. فسألوه: يا معلم، نحن نعرف أنك صادق في كلامك وتعليمك، لا تحابي أحداً، بل بالحق تعلم طريق الله، أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا؟ فأدرك يسوع مكرهم فقال لهم: لماذا تجربوني؟ أروني دينارا، لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ قالوا: للقيصر. فقال يسوع: ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما لله. فما قدروا أن يمسكوه بكلمة أمام الشعب، وتعجبوا من جوابه فسكتوا. وجاء بعض الصدوقيين إلى يسوع وهم الذين ينكرون القيامة، فسألوه: يا معلم، كتب لنا موسى إذا مات لرجل أخ له امرأة ولا ولد له، فليأخذ أخوه المرأة ليقيم نسلا لأخيه. وكان هناك سبعة إخوة، فأخذ الأول امرأة ومات من غير ولد، والثاني ومثله الثالث، حتى أخذها السبعة وماتوا وما خلفوا نسلة. ثم ماتت المرأة، فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة؟ لأن السبعة تزوجوها. فأجابهم يسوع: أبناء هذه الدنيا يتزاوجون، أما الذين هم أهل للحياة الأبدية والقيامة من بين الأموات فلا يتزاوجون، هم مثل الملائكة لا يموتون، وهم أبناء الله لأنهم أبناء القيامة. وموسى نفسه أشار في الكلام على العليقة إلى أن الأموات يقومون لما دعا الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وما كان إله أموات بل إله أحياء،
فهم جميعا عنده يحيون. فقال بعض معلمي الشريعة: أحسنت يا معلم. وما تجاسروا بعد ذلك أن يسألوه عن شيء، وقال لهم: كيف يقال إن المسيح ابن داود وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك؟ فداود نفسه يدعو المسيح ربا، فكيف يكون المسيح ابنه؟ وقال لتلاميذه بمسمع من الشعب كله: إياكم ومعلمي الشريعة، يرغبون في المشي بالثياب الطويلة، ويحبون التحيات في الساحات، ومكان الصدارة في المجامع، ومقاعد الشرف في الولائم. يأكلون بيوت الأرامل، وهم يظهرون أنهم يطيلون الصلاة. هؤلاء ينالهم أشد العقاب. الأصحاح 21. وتطلع يسوع فرأى الأغنياء يلقون تبرعاتهم في صندوق الهيكل، ورأى أيضا أرملة مسكينة تلقي فيه درهمين، فقال: الحق أقول لكم، هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر مما ألقاه الآخرون كلهم، فهم ألقوا في الصندوق من الفائض عن حاجاتهم، وأما هي فمن حاجتها ألقت كل ما تملك لمعيشتها. وتحدث بعضهم كيف أن الهيكل مزين بالحجارة البديعة وتحف النذور، فقال يسوع: ستجيء أيام لن يترك فيها مما تشاهدونه حجر على حجر، بل يهدم كله. فسألوه: متى يحدث هذا يا معلم؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟ فأجاب: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو، وحان الوقت، فلا تتبعوهم. وإذا سمعتم بأخبار الحروب والثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لابد أن يحدث في أول الأمر، ولكن لا تكون الآخرة بعد. وقال يسوع: ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتقع زلازل شديدة، وتحدث أوبئة ومجاعات في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة، وتظهر علامات هائلة في السماء. وقبل هذا كله يعتقلكم الناس ويضطهدونكم، ويسلمونكم إلى المجامع والسجون، ويسوقونكم إلى الملوك والحكام من أجل اسمي، ويكون هذا فرصة لكم تشهدون فيها للبشارة. ولا تهتموا كيف تدافعون عن أنفسكم، لأني سأعطيكم من الكلام والحكمة ما يعجز جميع خصومكم عن رده أو نقضه. وسيسلمكم والدوكم وإخوتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم أنفسهم إلى الحكام ويقتلون منكم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تقع، وبثباتكم تخلصون. فإذا رأيتم أورشليم تحاصرها الجيوش فاعلموا أن خرابها قريب. فمن كان في اليهودية فليهرب إلى الجبال، ومن كان في المدينة فليخرج منها، ومن كان في الحقول فلا يدخل إلى المدينة، لأن هذه أيام نقمة يتم فيها كل ما جاء في الكتب المقدسة. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، فستنزل النكبة على هذا البلد وغضب الله على هذا الشعب، فيسقطون بحد السيف ويؤخذون أسرى في جميع الأمم، ويدوس الوثنيون أورشليم إلى أن يتم زمانهم. وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، ويصيب الأمم في الأرض قلق شديد ورعب من ضجيج البحر واضطراب الأمواج، ويسقط الناس من الخوف ومن انتظار ما سيحل بالعالم، لأن قوات السماء تتزعزع. وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. وإذا بدأت تتم هذه الحوادث، قفوا وارفعوا رؤوسكم
لأن خلاصكم قريب. وقال هذا المثل: انظروا إلى شجرة التين وسائر الأشجار، فإذا أورقت عرفتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذه الأحداث وقعت فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. انتبهوا لئلا تنشغل قلوبكم بالخمرة والسكر وهموم الدنيا فيباغتكم ذلك اليوم، لأنه كالفخ يطبق على سكان الأرض كلهم. فاسهروا وصلوا في كل حين حتى تقدروا أن تنجوا من كل ما سيحدث وتقفوا أمام ابن الإنسان. وكان يسوع في النهار يعلم في الهيكل، وعند المساء يخرج ليبيت في جبل الزيتون. وكان الشعب كله يبكر إليه في الهيكل ليسمع كلامه. الأصحاح 22. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح. فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله. فقالا له: أين تريد أن نهيئه؟ فأجابهما: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه. فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله. وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه. فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر. وقال الرب يسوع: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح.
ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك. فأجابه سمعان: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت. فقال له يسوع: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات. ثم قال لتلاميذه: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟ قالوا: لا. فقال لهم: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم. فقالوا: يا رب، معنا هنا سيفان. فأجابهم: كفى. ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم: صلوا لئلا تقعوا في التجربة. وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي. وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ 12، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا: أنضرب بالسيف يا رب؟ وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع: كفى، لا تزيدوا. ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام. فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت: وهذا الرجل كان مع يسوع. فأنكر قال: أنا لا أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه رجل فقال: وأنت منهم. فأجابه بطرس: كلا يا رجل. ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل. فأجابه بطرس: يا رجل، لا أفهم ما تقول. وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات. فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه: من ضربك؟ تنبأ. وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له: إن كنت المسيح فقل لنا. فأجابهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير. فقالوا كلهم: أأنت ابن الله؟ فأجابهم:
أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه. الأصحاح 23. وقام الحضور كلهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وأخذوا يتهمونه فيقولون: وجدنا هذا الرجل يثير الفتنة في شعبنا، ويمنعه أن يدفع الجزية إلى القيصر، ويدعي أنه المسيح الملك. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجابه: أنت قلت. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: لا أجد جرما على هذا الرجل. ولكنهم أصروا على قولهم: إنه يثير الشعب بتعليمه في اليهودية كلها من الجليل إلى هنا. فسأل بيلاطس عندما سمع هذا الكلام: هل الرجل من الجليل؟ فلما عرف أنه من ولاية هيرودس أرسله إلى هيرودس، وهو في ذلك الوقت نازل في أورشليم. فلما رأى هيرودس يسوع فرح كثيرا، لأنه كان يرغب من زمان بعيد أن يراه لكثرة ما سمع عنه، ويرجو أن يشهد آية تتم على يده. فسأله مسائل كثيرة فما أجابه عن شيء. وقام رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يتهمونه ويشددون عليه التهم، فأهانه هيرودس وجنوده واستهزأ به، فألبسه ثوبا براقا ورده إلى بيلاطس. وتصالح هيرودس وبيلاطس في ذلك اليوم، وكانا من قبل متخاصمين. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والزعماء والشعب وقال لهم: جئتم إلي بهذا الرجل وقلتم إنه يضلل الشعب، ففحصته أمامكم فما وجدت أنه ارتكب شيئا مما تتهمونه به، ولا هيرودس وجد أيضا، لأنه رده إلينا. فلا شيء إذن فعله هذا الرجل يستوجب به الموت، فسأجلده وأخلي سبيله. وكان على بيلاطس أن يطلق لهم في كل عيد واحدا من السجناء، فصاحوا بصوت واحد: اقتل هذا الرجل واطلق لنا برباس. وكان برباس في السجن لاشتراكه في فتنة وقعت في المدينة ولارتكابه جريمة قتل. فخاطبهم بيلاطس ثانية لأنه كان يريد أن يخلي سبيل يسوع، فصاحوا: اصلبه اصلبه. فقال لهم ثالثة: أي شر فعل هذا الرجل؟ لا أجد عليه ما يستوجب به الموت، فسأجلده وأخلي سبيله. فألحوا عليه بأعلى أصواتهم طالبين صلبه، واشتد صياحهم. فحكم بيلاطس أن يجاب طلبهم، فأطلق الرجل الذي طلبوه، وكان في السجن لجريمة قتل وإثارة فتنة، وأسلم يسوع إلى مشيئتهم. وبينما هم ذاهبون به أمسكوا سمعان، وهو رجل قيريني كان راجعا من الحقل، فألقوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وتبعه جمهور كبير من الشعب ومن نساء كن يلطمن صدورهن وينحن عليه. فالتفت يسوع إليهن وقال: لا تبكين علي يا بنات أورشليم، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. ستجيء أيام يقال فيها: هنيئا للواتي ما حبلنا ولا ولدنا ولا أرضعنا، ويقال للجبال أسقطي علينا وللتلال غطينا. فإذا كانوا هكذا يفعلون بالغصن الأخضر، فكيف تكون حال الغصن اليابس؟ وساقوا معه إلى القتل اثنين من المجرمين، ولما وصلوا إلى المكان المسمى بالجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. فقال يسوع: اغفر لهم يا أبي، لأنهم لا يعرفون ما يعملون.
واقتسموا ثيابه مقترعين عليها، ووقف الشعب هناك ينظرون، ورؤساؤهم يقولون متهكمين: خلص غيره فليخلص نفسه إن كان مسيح الله المختار. واستهزأ به الجنود أيضا، وهم يقتربون ويناولونه خلا ويقولون: خلص نفسك إن كنت ملك اليهود. وكان فوق رأسه لوحة مكتوب فيها: هذا ملك اليهود. وأخذ أحد المجرمين المعلقين على الصليب يشتمه ويقول له: أما أنت المسيح؟ فخلص نفسك وخلصنا. فانتهره المجرم الآخر قال: أما تخاف الله وأنت تتحمل عقاب نفسه؟ نحن عقابنا عدل، نلناه جزاء أعمالنا، أما هو فما عمل سوءا. وقال: اذكرني يا يسوع، متى جئت في ملكوتك؟ فأجاب يسوع: الحق أقول لك، ستكون اليوم معي في الفردوس. وعند الظهر خيم الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة، واحتجبت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من الوسط، وصرخ يسوع صرخة قوية: يا أبي، في يديك أستودع روحي. قال هذا وأسلم الروح. فلما رأى قائد الحرس ما جرى مجد الله وقال: بالحقيقة هذا الرجل كان صالحا. والجموع التي حضرت ذلك المشهد فرأت ما جرى رجعت وهي تلطم الصدور. وكان جميع أصدقاء يسوع والنساء اللواتي تبعنه من الجليل يشاهدون هذه الأحداث عن بعد. وجاء عضو في مجلس اليهود اسمه يوسف، وهو رجل تقي صالح، عارض رأي المجلس وتصرفه، وكان من الرامة، وهي مدينة يهودية، وكان ينتظر ملكوت الله. فدخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع، ثم أنزله عن الصليب ولفه في كفن من كتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر ما دفن فيه أحد من قبل. وكان اليوم يوم التهيئة للسبت، والسبت كاد يبدأ. وكانت النساء اللواتي تبعن يسوع من الجليل يرافقن يوسف، فرأينا القبر وكيف وضع فيه جسد يسوع، ثم رجعنا وهيأنا طيبا وحنوطا، واسترحنا في السبت حسب الشريعة. الأصحاح الرابع والعشرون. وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر، وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته،
فقال لهما: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟ فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كاليوباس: أنت وحدك غريب في أورشليم؟ فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟ فقال يسوع: ماذا حدث؟ قالا له: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت. لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه. فقال لهما يسوع: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيدخل في مجده؟ وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها، تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار. فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام، أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟ وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون: قام الرب حقا وظهر لسمعان. فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان، ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم: سلام عليكم. فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي. قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم: أعندكم طعام هنا؟ فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم. ثم قال لهم: عندما كنت بعد معكم قلت لكم: لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا. ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.